فأكام لبني جوه المنطقة، ودي كرة خطيرة مرة تانية. يا ساتر، جول 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 جول. قلت لحضراتكم بيقربوا خطوة بخطوة، وداجو داجو تشيبامبا داجو تشيبامبا في الدقيقة 44 بيسجلوا هدف قاتل، هدف يحرجنا كثيرا جدا جدا. داجو تشيبامبا المحترف الكونغولي بيسجل هدف في الدقيقة 44، كان سجل أيضا في مرمى سيمبا لما تلقوا هزيمة 1-3. آدي الكرات وآدي التقدم. بقول لحضراتكم لسه ما كملتش الجملة، بقول لحضراتكم شايفين كام جوه المنطقة؟ 4 لبني غير السكند بول والحوارات الثنائية دايما ليهم. وآدي داجو تشيبامبا بيحطها طبعا بمنتهى منتهى الارتياحية، علشان بريميرو دي أغوستو أول أغسطس الأنجولي يتقدم على فيوتشر 1-0. 1-0 لمصلحة أول أغسطس بهدف في توقيت قاتل قبل نهاية